وبشأن الاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات المرتقبة، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. سيد مصطفى، السلام عليكم. يعني مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، هناك من يرى أن الدعاية السياسية قائمة على المتاجرة بمعاناة الناس، كيف تابعتم ذلك سيد مصطفى؟ أحييك وأحيي مشاهدينا الكرام. منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003 تتصارع هذه الأحزاب، وهي في حقيقتها عصابات، تتصارع على المناصب وعلى النفوذ وتقاسم الحصص فيما بينها، لأن كل حصة وكل منصب يدر مبالغ هائلة على شخوص المشتركين في هذه العملية السياسية الاحتلالية، وعلى الكتل التي تقف وراءها أو العصابات التي يعني تتمترس خلفها. وبالتالي فهذه الدعاية القائمة على المتاجرة بمعاناة المواطنين هي وصف حقيقي لما يجري في العراق. لا توجد في العراق يعني أي مقومات لديمقراطية حقيقية ولا لانتخابات حقيقية، وهذا الذي يجري هو تقاسم للحصص متفق عليه وتبادل للأدوار، يعني يعرفه العراقيون بشكل كبير. طيب سيد مصطفى، الكتل السنية استعدت لخوض انتخابات مجالس المحافظات، إما ذهبت إلى تحالفات وإنشاء أحزاب جديدة أو تبادل الاتهامات المختلفة فيما بينها. هل هذه خطوة صحية للاستعداد للانتخابات من انتخابات مجالس المحافظات؟ للأسف هؤلاء الذين يدعون تمثيل السنة العرب في العراق لا يمثلونهم في الحقيقة، وإنما هم يمثلون برامج وأجندات دول أخرى. الآن الأجندة الوحيدة التي يعني تمضي وتتحقق في العراق هي الأجندة الإيرانية بالدرجة الأولى والثانية والثالثة، وتأتي بعدها أجندات أخرى بشكل أو بآخر وبالتعاون مع الأجندة الإيرانية. وبالتالي فهؤلاء لا يمثلون لا السنة العرب ولا يدافعون عن احتياجاتهم ومطامحهم الحقيقية. هؤلاء ساهموا في تدمير المدن والحواضر السنية العربية في الموصل وفي الفلوجة والرمادي وغيرها، وأسلموا أهلها للآلة الطائفية الإرهابية المتمثلة بالسلطة وما وراءها من عصابات، وما وراءها كما قلنا من برنامج إيراني لتفريس العراق والتهامه. هذه الكتل التي تدعي أنها سنية وتمثل السنة شريكة في كل الإجرام الذي حصل ويحصل في العراق، وأوله ما يستهدف السنة العرب في العراق. سيد مصطفى، انتخابات مجالس المحافظات ربما ونحن نقرأ الآن في نشرات الأخبار أعادت الحديث عن ملف الدرجات الخاصة، لكن في هذا المفصل بماذا تفسر اتهام تحالف سائرون لعادل عبد المهدي بموضوع تعطيل حسم هذا الملف؟ التحالف سائرون كما باقي العصابات المشتركة في العملية السياسية يسعى إلى الاستحواذ على كل المناصب ولأجل تمويل يعني مشاريعه الإجرامية وميليشياته، و بالضد تماما من مصالح الشعب العراقي. وبالتالي فهذا الخلاف الذي يدور حول حسم موضوع الدرجات الخاصة ويأتي في ظل هذا التصور العام الذي يحكم كل مفاصل العملية السياسية الاحتلالية في العراق. كلما اقترب موعد للانتخابات التي يجدولها العملاء في العراق نجد هذا الصراع يستعر، وربما يستعر ليس إعلاميا وسياسيا فقط، بل يجد أحيانا صداه في الشارع من خلال تفجيرات ومن خلال أعمال عنف واغتيالات، والشعب العراقي يغرق يوميا في مزيد من الأزمات بينما يعبث هؤلاء بمصائر الناس وثرواتهم. من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.